السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام لاستعراض أبرز ما جاء في طيات الصحافة المحلية لمملكة البحرين لهذا اليوم الأحد الموافق للثامن والعشرين من شهر يونيو لعام 2020. على الله توكلنا مشاهدينا، ونبدأ مع صحيفة الأيام والتي عنونت: حميدان، حالات التسريح محدودة والتوظيف مستمر. وإلى صحيفة الوطن والتي بينت: خبراء بندوة صحيفة الوطن، كورونا فرصة حقيقية لتنشيط السياحة الداخلية لمملكة البحرين، السياحة تدشن حملتها هني في البحرين. وإلى صحيفة البلاد والتي نشرت: 4.11% تراجع تحويلات الأجانب في مملكة البحرين، حرس الحدود السعودية تصدى لثلاثة قوارب إيرانية. وإلى صحيفة أخبار الخليج والتي استهلت: البرلمان الإيراني يهدد بعزل روحاني. إلى أبرز ما جاء حول فيروس كوفيد-19 لهذا اليوم، حيث بيّنت صحيفة الأيام أن رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أحمد السلوم قال إن ثمة مساعي نيابية لإضافة المزيد من القطاعات المتضررة من جائحة فيروس كورونا لحزمة الدعم القادمة، مشيرا إلى وجود مشاورات لتمديد وقف فواتير الكهرباء والماء حتى شهر سبتمبر المقبل. إلى ذلك، لفتت صحيفة الأيام أن المستشار الثقافي بسفارة مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة مانع المانع أكد على عودة الحياة الدراسية للعام الدراسي المقبل والذي يبدأ في شهر سبتمبر وأكتوبر، مضيفا أنه تم التنسيق مع 100 جامعة بريطانية لتسهيل عودة الطلبة البحرينيين. نشرت صحيفة الأيام أن مديرية شرطة محافظة العاصمة قامت بحملة تفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية لرصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وذلك في إطار تعزيز الالتزام بالحد من انتشار فيروس كورونا. هذا ونشرت صحيفة أخبار الخليج صورة التقرير اليومي لفيروس كورونا في مملكة البحرين، والذي يبين تراجعاً في مؤشر الإصابات بفيروس كورونا يوم أمس وزيادة في معدلات التعافي. بيّنت صحيفة الوطن أن عاملين في قطاع السياحة أكدوا أن أزمة فيروس كورونا تعد فرصة حقيقية أمام تنشيط السياحة الداخلية في ظل توقف النشاط السياحي العالمي، مشددين على ضرورة الاستفادة من برامج السياحة البحرية والثقافية والتراث وربط الأنشطة البحرية بقطاع الفنادق لتحقيق الاستفادة القصوى. نقلت صحيفة الوطن أن هيئة البحرين للسياحة والمعارض أعلنت عن تدشين حملة جديدة بعنوان هني في البحرين، والتي تتزامن مع حملة ولهنا عليكم، وذلك ضمن إطار جهود الهيئة للترويج لمملكة البحرين كوجهة سياحية رائدة ومتميزة. تحية للجيش الأبيض، عنوان مقال للكاتبة الدكتورة صفاء العلوي في صحيفة الوطن. فإلى هذا المقال. وهو طبيب مختص بأمراض القلب، الدكتور محمد، الذي أصيب منذ أسبوعين بفيروس كوفيد-19 عندما كان يجري فحوصات لمريضة مصابة بالفيروس وحالتها كانت حرجة جدا بمستشفى السلمانية، وهو يباشر عمله كل يوم بكل درجات الإخلاص والتفاني والطيبة والحب، ينتابه الخوف 1000 مرة على والديه لأنه يعيش معهما ويرعاهما في بيت واحد، وفي الوقت نفسه لا يريد إيذاء ابنه الرضيع وزوجته بنقل الفيروس لهم. وبدون أي إزعاج قرر أن يكون طبيب نفسه،
ورفض وجود أي شخص يرعاه خوفا من العدوى، فمكث في ملحق معزول وكأنه في سجن انفرادي. في الوقت الذي يتألم فيه من شدة أعراض الفيروس يدعو ربه وبكل هدوء ويسأله الشفاء العاجل كي يرجع لعمله ويباشر مهامه ومسؤولياته. مثل محمد كثيرون يعملون ولا يتكلمون. هذه هي مهنة الطب، ورجال هذه المهنة صدقوا عندما عاهدوا الله. فلنصفق لأصحاب المعاطف البيضاء. إلى الأخبار المنوعة، حيث نطالع من صحيفة الأيام أن وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام خلف قال إن عدد المنازل التي تتطلب الهدم في مختلف مناطق العاصمة بلغت 114 منزلاً، مشيرا إلى أن أمانة العاصمة تقوم بالكشف الميداني الدائم على العقارات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتصحيح وضع العقار بالهدم أو الترميم. نقرأ من صحيفة الأيام أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان رحبت بالتقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2020 بشأن الاتجار بالأشخاص وحصول مملكة البحرين على الفئة الأولى في تصنيف الدول الأكثر تقدماً في مكافحة الاتجار بالأشخاص للعام الثالث على التوالي. لفت الصحيفة أخبار الخليج أن مدير عام أمانة العاصمة المهندسة شوقي حميدان أعلنت عن إطلاق خدمة جديدة لطلب التخلص من مخلفات الأثاث والمقتنيات المنزلية الكبيرة، وذلك حفاظا على مستوى النظافة والواجهة الحضارية للمناطق. نشر الصحيفة أخبار الخليج مقالا للكاتب السيد زهرة والذي جاء بعنوان لأن البحرين تحترم الإنسان. فإلى المقال. هذا إنجاز بحريني كبير جدا لا بد من التوقف عنده مطولا، نعني تصنيف البحرين ضمن الفئة الأولى عالميا في تقرير الخارجية الأمريكية حول مكافحة الإتجار بالأشخاص وانفرادها بهذه المكانة بين كل دول المنطقة. هذا التصنيف العالمي والذي يضع دول العالم في 4 فئات لا يتم اعتباطا أو مجاملة لأحد، إنما يتم وفقا لمعايير صارمة. وضع دولة في الفئة الأولى يعني أنها أوفت بكل هذه المعايير بلا استثناء، وهذا ما حرص تقرير الخارجية الأمريكية على تسجيله بالنسبة للبحرين، والنص على التقدير الكبير لوفائها بكل المعايير. احتلال البحرين لهذه المكانة يعني أولاً أن لديها نظاماً قانونياً متكاملاً وصارماً في التعامل مع أي جريمة متاجرة بالأشخاص من أي نوع، ويضمن أشد العقوبات لمرتكبيها، كما ينصف الضحايا ويردع كل من يفكر في ارتكاب هذه الجريمة. هذه المكانة العالمية للعام الثالث على التوالي يعني أن هذا نهج ثابت دائم والتزام لا يقبل التهاون من جانب القيادة وكل الجهات المسؤولة. ليس من الغريب أن تتصدر البحرين دول العالم في مكافحة الإتجار بالأشخاص. جرائم الإتجار من أبشع الجرائم في حق الإنسان، والبحرين بلد متحضر يحترم الإنسان وكرامته ولا يمكن أن تتسامح مع هذه الجرائم. نشرت صحيفة الوطن أن وزارة الإسكان أعلنت أن برنامج مزايا حقق آثاراً اقتصادية إيجابية، وأن إجمالي حجم الإنفاق الذي وفره البرنامج في عدد من القطاعات بلغ 837 مليون دينار. هذا وخط الكاتب إبراهيم النهام مقالا في صحيفة البلاد والذي جاء بعنوان قوة الدفاع ودروس التضحية والفداء. فإلى أبرز ما جاء في هذا المقال. جمع الرحيل المبكر للشاب جمعة مبارك سالم، وهو أحد منتسبي قوة دفاع البحرين الباسلة، أبناء الوطن بقلب واحد وروح واحدة، مستذكرين التضحيات
الذي يقدمها منتسبو القوات المسلحة في الحد الجنوبي بالمملكة العربية السعودية بواجب ديني وأخلاقي وشرعي. هدفه الرئيسي إعادة الشرعية لهذا البلد العربي الأصيل وحمايته من التغلغل الفارسي الصفوي الخميني المجرم. وكما هي حكاية الأبطال دائما، فإن قصصهم لا يعرفها العامة إلا بعد رحيلهم بالفعل، بعمل صامت منهم بالشجاعة والبسالة والبطولة والفداء، ولا ينتظر في المقابل إلا مرضاة الله عز وجل وأداء الواجب نفسه. التضحية والفداء لأجل الوطن هي نعمة سماوية عظيمة لا يوفق لها إلا من هو أهلها. حفظ الله قادتنا وأبطال قوة دفاع البحرين فردا فردا ممن يقدمون لنا ولأولادنا ولأحفادنا دروس التضحية والفداء. وإلى فن الكاريكاتير من صحيفة البلاد. إلى هنا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج صحافتكم لهذا اليوم. شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.